طيب ننتقل للمباراة الثانية النهاردة، وهي مباراة حرس الحدود مع سموحة وديربي اسكندراني في استاد الماكس. وحرس الحدود كان عايز يكسب، عايز على أرضه يكسب، ويمكن مباراة برضه قوية جدا. ونادي سموحة كابتن طارق العشري برضه عايز يكسب، إن كابتن نادي سموحة اتغلب من الزمالك أول ماتش وتعادل الماتش الثاني مع البنك الأهلي، فكان عنده نقطة واحدة. فالفرقتين كانوا بيلعبوا على المكسب، وفي نفس الوقت الفرقتين خايفين من الخسارة، فكان في طبعا الفرقتين بيهاجموا وبيشتغلوا عايزين يكسبوا، لكن كان في حرص دفاعي برضو عشان ان اي خساره لحرس الحدود او سموحه كانت ممكن تعمل مشكله. خلينا نروح استاد الماكس ونشوف ملخص المباراه وازاي انتهت المباراه بالتعادل السلبي 0-0. دي تشكيله نادي حرس الحدود صاحب الملعب، في حراسه المرمى محمد فوزي، كابتن احمد ايوب طبعا المدير الفني، ابراهيم القاضي ومحمود بنوالي في قلب الدفاع، احمد شديد قناوي ناحيه الشمال، مؤمن عوض ناحيه اليمين، حامد الجبري واحمد عامر واحمد فيليكس في نص الملعب، والثلاثي الامامي الهجومي لحرس الحدود وجيه عبد الحكيم ومصطفى زيكو وعمر بسام. بالنسبه لنادي سموحه كابتن طارق العشري بدا بالهاني سليمان في حراسه المرمى، احمد حكم واحمد شوشه في قلب الدفاع، دوكو دودو ومحمد نادي في نص الملعب، شريف رضا ناحيه الشمال وخالد عبد الفتاح ناحيه اليمين، في نص الملعب احمد مصطفى او في الخط الهجومي بقى احمد مصطفى وحسين فيصل صديق اجولا وبنجامين بواتينج. برده النهارده كابتن طارق العشري حاطط يعني 4-5 في الخط الهجومي برده من اللعيبه اللي عندها قدرات مميزه جدا.